اهلا بكم احبتي المشاهدين، ورجعنا اليكم بعد هذه الفقره ومستمرين مشوار حلقتنا بعد ما شاهدنا التقرير وانضمنا لما وايضا ميار اعتقد الماكيره. كان حوار جدا مهم، وهسه ننتقل لمخرج المهرجان وايضا هو المصمم للمهرجان المخرج سيف كلر. تحياتنا لك، صباح الخير حبيبي. تحياتي لكم وصباح الخير عليكم وعلى مشاهدينا وعلى كادر قناه الديار الجميل، وشكرا على هذه الاستضافه الحلوه، وان شاء الله تكون حلقه جميله لكم. شكرا لك. وانت بعدك نعسان؟ ما متعود اقعد الصبح. راح تتعود من نويش ان شاء الله، بما انه انت يعني تصمم مهرجانات فلازم انه انت تواكب ايضا من ناحيه الاعلام وتكون مطلوب من ناحيه الاعلام على كل مهرجانات اللي انت تقيمها. طيب سيف بداية، خلينا نعرف سيف كلر، شو كنت بداياتك؟ اكيد المخرج سيف كلر، بدايتي بالكليبات والبرامج والاعلانات. اشتغلت مجموعه من القنوات الدينيه وال يعني بعض القنوات كوادرها القديمه، وايضا مدير مهرجانات بديت 2014 فريق مبدعين بغداد. بدايه يمكن الكل يعرف تارا فارس بنت فريقنا، كانت العروض بالبدايه الانتقاد يوصلنا بشده، لان ب 2014 كانت العالم ما مستقبله الازياء، ما مطل على الشارع يعني العراقي، كان الشارع العراقي ما يستقبل شنو مهرجانات، شنو عروض ازياء، شنو البنيه تلبس وتطلع. يعني هي كفريق مبدعين بغداد احنا رساله للمجتمع، رساله ثقافيه انه عادي البنيه تطلع وتلبس، مو فد شيء غلط، ولا انه الشاب، احنا كلنا محتاجين الاناقه، حتى المقدم المخرج باي مكان لازم نكون انيقين. احنا العراقيين طبيعتنا اذا ترجع لها حتى قديم الزمان كنا نحب الاناقه، نحب الجمال، نحب الاناقه، دائما نحب نطلع انيقين. فهذا الموضوع انه عروض الازياء مو بس الشاب عادي، حتى مرات عندنا ولد اعلاميين شباب يشاركون بعروض الازياء، وإذا تشوفه عالميا هم نفس الشيء، موضوع كلش طبيعي، بس شوي احنا بالبدايه ما استقبلوا، هسه الحمد لله والشكر بدات القنوات تدعم، بدات العالم تحضر اكثر. فهذا ملخص واسمع اسئلتك. من انتقلت انت من الكليبات الازياء؟ لا ما انتقلت، بعدني باثنينهم. بعدك باثنينهم؟ يعني تفضل اكثر. شوفي بالنسبه للمهرجانات فشي تطوعي، قلت لك هي رساله مجرد فشي بداخلنا وشي ثقافي نحب نقدمه، انما الكليبات فهي أنا كمخرج ومصور يعني هذا الشيء اللي بداخلي أو هوايتي، فأكيد الكليبات الإخراج هي أساس شغلي واللي أحبها. طيب سيف، خلينا نحكي عن المهرجان اللي صار بدار الأزياء اللي كان به فقرة جدا حلوة ومميزة، خلينا نحكي عن تنظيم هذا المهرجان، الفكرة من عنده، الهدف من عنده، شلون قدرتوا تجمعوني كادر من مصممين وماكير ونعريف وهاي الأمور كلها. أكيد بالنسبة أنك سيف كلر أنا وكمبدعين بغداد فريقي بالسوشيال ميديا، يعني صفحاتنا شوية حلوة زينة مرتبة، فإحنا من كل مهرجان ننشر يبقى المصممين يدخلون هم على إنه نريد نشارك كذا، البعض هم أصلاً كوادرنا وأصدقائنا مصممين ست لمهرجانات قبلي وأحمد البديري وغيره، يعني هم دائماً ويانا، والبقية الشباب المصممين أو الماكيرات أو الكوافيرات هم يدخلون على مشاركة كشو ما نقول إعلان لهم همين ويكون مشاركة. طيب اكو فقرات عديده صارت في هذا المهرجان، انت شنو كان دورك بالضبط؟ انا كل الراعي الرسمي والمنظم. انت اكثر شخص كان يروح منه ويجي منه. مو هو بصريح العباره يعني القياده بايدي تكون المهرجان، فكل الفقرات انا مسؤول عنها. طيب كل شيء لازم يطلع بالصوره الصح، لان كل غلط راح يصير بوجهي. طيب خلينا نحكي على اول مهرجان اللي صار ب 2014. 2014 يعني نهايتها بدايه 15. خلينا نحكي على المؤهلات اللي انتم فكرتوا انه تسووها، شنو المعرقلات اللي واجهتكم، الصعوبات، منو اللي ساعدكم، منو اللي دعمكم ب 2014، بعدين ننتقل لهذه الفتره. بالنسبه ل 2014 ماكو اي دعم، كان هو شخصي من عندي انا، يعني عندي شركه انتاج فني، شركه يعني كليبات وكذا، وعندي كوادر تصوير، عندي شباب وبنات كانوا يطلعون موديل، فقاعدين دنباو يعني تعرف اكو يوتيوب وكذا، فشفنا فد فقرات عندك كانت مس لبنان وهاي الامور. فواحد من الولد قال سيف ليش ما نسوي فد مهرجان او فد شيء او فيديو على هيك عروض؟ قلت له اوكي خلينا نفكر لها، فكرنا بفقره كانت من ضمنهم تارا وعيسى العبيدي الله يرحمه وولد شباب مجموعه، فطلعنا بهذا الشيء انه احنا موجود شباب عندنا، موجود بنات مرتبات وحلوات ويانا، يعني مثل ما نقول اهل هذا الموضوع، موجودين اعلاميين فنانين، كل الفقرات اللي موجوده كلها متوفره كانت عندنا، فاحنا ليش ما نسوي فد شيء نوصله للجمهور؟ فهاي كانت الفكره بالبدايه وطلعنا بها. طيب الانتقادات اللي كانت تجي شلون تتصرف وياها؟ الانتقادات اللي كانت تجي للمهرجان او اكيد بالبدايه واجهتوا بعض الصعوبات والانتقادات. احنا بصراحه بدون انتقاد يعني ما كنا نجح. وانت اذا تجي هسه
ماكو شخص ما ينتقد. اذا تنزلين بالسوشيال ميديا قران سلام يعني قران كريم هم راح تلقين اكو ديسلايك. صرت متدين راح يقول اي هم راح يضون ديسلايك. فطبيعي الانتقاد اذا احنا راح نجي على كل تعليق او نجي على كل حكايه نباوع لها ونضوج لا احنا ما راح ننجح ابد ولا راح نتقدم خطوه. عادي الله طعنا ذانات اثنين. طيب سيف شلون نقدر نطول ان اليوم المهرجانات الايفنت اللي يصير خلي بإطلاله اكثر نواكب الدول المجاوره انك مهرجانات ايضا بعروض الازياء بالميك اب بكل الاشياء؟ مو اذا احنا نحكي بصريح العباره اوكي عندك ماكو اي دعم من حكوميا هذا الشيء من تيم من عنده. احنا بالعراق متعودين انه ما عندك دعم حكومي. دعم المؤسسات الاهليه مثل القنوات والهاي ايضا هم بس جماعتهم وربحهم وللعرف وهاي الامور. فانت لو نخلي شو ما نقول بالنا وفكرنا يا مهرجانات إذا نشوفها صحيحة وناجحة وتدعم تندعم من قبل قنوات من قبل سبونسرية كذا راح تشوف إنه أكو مهرجانات فتشي. بس مثل ما قلت لك هسه المؤسسات الأهلية كل من يدور السبونسر الأعلى يجيب لنفسه ما يقدم شيء للبلد حلو. زين أنت تقول إنه أنا مخرج كليبات وبعدين إنه أنا مخرج مدير مهرجانات. أنت وين تشوف نفسك؟ بالاثنين لأن نفس الشيء كفكرة هي قيادة بكل مكان. المخرج هنا يوجه المصورين يوجه الكادر هناك هم من توجيه للكادر وتنظيم الفقرات. هي اذا تجيها نفس النظام. طيب سيوفي خلينا نتكلم شوي سرخي تنحسان. خلينا نتكلم عن المهرجان اللي صار اليوم. انت شاب شفنا عروض الازياء اللي صار. خلينا نحكي عن الشباب يعني احنا قبل الفاصل مع ست لوما حكينا عن البنات. هسه خلينا نحكي عن الشباب. منو اللي كان موجود على التصاميم؟ منو اللي اشرف؟ منو اللي اضاف فقره الشباب؟ فقره الشباب هي تنظيما من البدايه انا دائما تنظيمها وعندي شخص اسمه عمر التميمي هو منسق للشباب ومدرب. عندك محلات عندك اكو بعض المصممين ببغداد يلبسون كانت من تصميم شخص اسمه امير عبد الله اكيد محله بالكره هذا الولد كان ضاف لهم بعض التصاميم تعرف يعني الرجالي صعب مو مثل النساء لان عندك هوايه تفاصيل بيه مو مثل فستان وتطلع البنيه او كذا يعني الرجال راح يكون الستره لازم تكون مختلفه لون والقميص والبطلون واحنا يعني نريد التميز شيء جديد يعني لازم شفت اغلب الازياء مو شيء ديزاين لبس القاط وطلع قبل لا اكو شيء مختلف اكو انه شيء على مود الناس من تشوفه تقلد هذا مثل ما نقول الموديل او يعني تقلد هذا الفكره الجديده من يعني اللبس. الازياء تعتمدون عليها انهم انت من داخلك تعطي الازياء انه شنو اللي لبسه بالضبط تعتمد على الموديل اللي نازله مثلا هسه لا احنا نسوي شيء جديد يعني احنا اذا نعتمد على الموديل مثل ما نقول باللبس الرسمي ما راح نسوي شيء جديد يعني انت خلاص اكو خوكم ملابس بالشارع ونلبس بعض الشباب انه نفس القوطه اللي متوفره هسه البدله نفس لابسي يعني مضافه بس تشوف انت ركز باللبس خياط احتمال حتشوف اختلاف من ناحيه مثل ما نقول التطريز الفكره من ناحيه الالوان من ناحيه تنسيق اللون من ناحيه تكرم يعني الشوز. طيب سيف كلمه اخيره لك شو تحب توجه شو تحب تنصح شنو اعمالك ان شاء الله القادمه؟ والله ان شاء الله عندنا مهرجان بالبصره بعد ايام ما شاء الله واتمنى التوفيق كل الشباب والشباب كلهم. حتى مره سمعت شخص كان ضيفك قال انه ماكو فرصه او ماكو مثل ما نقول محاربكم. لا ماكو محاربه انت بنفسك تقدر توصل وتقدر تصير. طيب بعض الضيوف اللي ضيفي اللي اجى قال انه انا محارب فقلت له كذا اذا تمتلك الموهبه راح تبدع بيها وتظهرها للناس ولا حتى لو محارب تقدر انت تنجح موجود بالضبط. السوشيال ميديا خلي القنوات تحاربني على عيني وعلى راسي. احنا اليوم بزمن السوشيال ميديا السوشيال ميديا وصلك للناس اقرب واكثر من القنوات بالضبط صحيح. طيب سيف نتمنى لك توفيق وان شاء الله شبابك باعلى المراحل وابداعاتك اكثر. شكرا لك. طيب احبتي المشاهدين تواصلني معكم لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.